شاك سومان كيكون السوق هنا نيتواياج كما كانت موالفه، والنظافه زينه على كل، وراء الحموان والصيف وربما الهوايش وحتى الناموس راه يجي، حتى لو كان تبان دير الدواء تاع الناموس تاع العقرب وتقعد على الاوساخ متراكمه تقعد الناموس وهذا العقرب وهذا الصوار تقعد. الشيء اللي انا نشوفه فيه في السوق الاسبوعي نتاسفوا له صراحه، اذا كان على عاتق البلديه، البلديه لازم عليها توفر العمال النظافه، ولا على عاتق اللي مستاجر الاخر يوفر العمال النظافه. مع تشوفوا فينا ديما تشوفوا في اليوم فصل الصيف الحمى درجه الحراره شي روائح كريهه. البلديه تقوم بالعمل التنظيف ولكن، وعندنا دي كلوز فيما يخص المسير نتاع تاع السوق، ورانا عيطنا له ويدارك بعض النقائص اللي راها باقيه، يعني رانا تقريبا في العمل هذا نتاع التنقيه ونتاع النظافه بيننا وبين المسير، ونتمنوا ان شاء الله كاع خاصه هذه الايامات تاع الريح كاع مهما راهم ينقوا اللي ما جاوش بكري تقريبا هذوك لي ساشي والاخر يرجعوا للمواطن للسكنات تاع المواطن. حنا ان شاء الله بحول الله رانا قامين بالعمليه مع المسير. المسير راه قال باللي دوك انا اونغاجي ناس خدامه حتى نعاون نديرهم باش يحضوا ما يخلوش تتراكم هذيك الامور من بعد السوق.